عبر الأقمار الصناعية من تونس. إلى الشأن المصري، حيث لم يصدر بعد أي رد فعل رسمي على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بشأن حلايب وشلاتين. وكان البرهان قد أكد أمس أن الجيش السوداني لن يفرط في شبر من أرض السودان. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان قوله: لن نتراجع حتى يتم رفع العلم السوداني في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان. القوات المسلحة لن تفرط في شبر واحد من أراضي السودان. وهي اليوم نذكر فيه الناس الكلام ده، أنه نحن حقنا هذا ما بنخلي ولا بنتراجع عنه ولا بننساه ولا بنخلي ناسنا ينسوه نطرق عليه لغاية ما يوم نحصله، لغاية ما نحن عقابنا يلحقوا زي ما مضوا الناس اللي قبلنا ومشوا واستشهدوا. احنا نمشي في سكتهم لغاية ما يجي يوم زول من القوات المسلحة ويجيب على حيله ويرفع العلم السودان في الفشل الكبرى والفشل الصغرى وفي حلايب وفي شلاتين وفي دوقو وفي كل مكان في جودة الفخار وفي كل مكان عندنا فيه مشكلة. نحن نشوف جيشنا رافع علم هنا وسوداننا باسط سيطرته على كل أصقاع السودان. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أحييك سيادة السفير. ابتداء، أما كان يجب أن يكون هناك رد رسمي على تصريحات البرهان فيما يخص سودانية حلايب وشلاتين ورفع العلم السوداني عليها؟ يعني أعتقد أنه يعني التصريحات اللي أدلى بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي هي جاءت في ظرف داخلي في السودان، يعني حرج بعض الشيء لمجلس السيادة وللحكومة السودانية. وعندما أشار الفريق أول رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى موضوع حلايب وشلاتين، هو أشار إليه إشارة في تقديري عابرة في معرض حديثه عن أراضي أخرى للسودان محل نزاع مع أثيوبيا. القاهرة أنا تقديري الشخصي لن ترد على هذه التصريحات، أولا اعتزازا وتقديرا منها للعلاقات المصرية السودانية، وثانيا تقديرا منها للظروف الداخلية التي يمر بها السودان. والكلام من جانب آخر الذي يتردد في وسائل الإعلام الدولية أنه السودان من الدول، وأنا أقول هذا وأقول وأؤكد أن ده كلام وسائل الإعلام الدولية التي ترجح أن يكون السودان من ضمن الدول العربية التي قد تتخذ قرارا بالانفتاح على إسرائيل. وبالتالي أشك أن هيكون هناك رد فعل مصري أو تصريحات رسمية من المسؤولين المصريين. أعتقد أنه يعني في أحداث أخرى وتطورات أخرى في المنطقة وفي العلاقات المصرية السودانية أهم وأكبر بكثير من هذه الإشارات العابرة التي تم. يعني تقصد سيادة السفير، وعفوا للمقاطعة اسمح لي، يعني مثلا تقصد أن مصر هنا أعلت فكرة التنسيق المصري السوداني في موضوع سد النهضة على حساب الرد على رئيس المجلس السيادي الانتقالي البرهان فيما يخص سودانية حلايب وشلاتين؟ وهل هذا صحيح خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأرض والسيادة؟ احنا اعتقد مصر بتنظر الى العلاقات المصرية السودانية في اطار اشمل، اطار استراتيجي واطار تاريخي اشمل واوسع واعمق، ليس فقط موضوع سد النهضة. موضوع سد النهضة في مواقف للسودان، في مواقف لمصر، في مواقف لأثيوبيا، لكن أعتقد عدم الرد حتى الآن بيعود إلى تقدير مصر واهتمام مصر وإدراك مصر للأهمية القصوى للإطار الاستراتيجي العام للعلاقات المصرية السودانية وبصفة خاصة العلاقات على مستوى الشعبين. نحن لا نريد أن ندخل في جدال ولا ندخل في يعني قيل وقال لا يتلائم مع خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية السودانية. نعم، سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.
وينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أحييك يا دكتور عصام. لعلك استمعت إلى كلام السفير حسين هريدي في عدم رد مصر على تصريحات البرهان بسودانية حلايب وشلاتين. تعتقد أن هي منطقية؟ مصر في النهاية هي موجودة في حلايب وشلاتين، وبالتالي هي تتفهم تصريحات البرهان في إطار وضع داخلي ما ليس أكثر ولا أقل. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أولا ورحمة الله وبركاته. السلام. لا أعتقد، لا أعتقد ذلك، أن فكرة أن عدم الرد مرده اعتزازا وتقديرا بالوضع في السودان، واعتزازا وتقديرا للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع السودان، لأن هذه القضية أثيرت من قبل عدة مرات، وفي كل مرة كان هناك يتم هناك تصعيد إعلامي وتصعيد سياسي من الجانب المصري أو من النظام المصري بشكل مكثف. ومن قبل أثيرت حملات إعلامية مكثفة اتهمت السودانيين بكثير من الألفاظ وكثير من الصفات الغير المقبولة على الإطلاق في مرحلة من المراحل، وكان هناك تبادل هجوم إعلامي بين الطرفين. بل إنه في مرة من المرات وفي عهد البشير تم تحريك قوات عسكرية لدعم بعض المتمردين في غرب السودان، وأعلن عنها البشير بنفسه من جانب عبد الفتاح السيسي. وبالتالي هذا أيضا أعتبر كلام سعادة السفير هو أيضا نوع من أنواع الخطاب الدبلوماسي الاستهلاكي الذي لا يصف الحقيقة كما هي. من وجهة نظري الأمر أخطر من ذلك. هناك قناعة سودانية مطلقة بأن حلايب وشلاتين هي جزء من الأرض السودانية. الموضوع يتم إطلاقه في كثير من المناسبات بهدف المزيد من الحشد السياسي والحشد الوطني. لا أستبعد بأي حال من الأحوال أن تكون حلايب وشلاتين جزء من صفقة القرن التي يتم تسويقها وترويجها وتنفيذها في هذه المرحلة، بحيث أن نوعا من أنواع الإرضاء الوطني للشارع السوداني يتم الحصول على تيران على حلايب وشلاتين مقابل أولا رفع السودان من قائمة الإرهاب، ثانيا التطبيع مع الكيان الصهيوني. كل هذه الأمور ليست، لكن اسمح لي يا دكتور، من قال أن مصر سترضى بهذا الأمر وتعطي حلايب وشلاتين هكذا على طبق من فضة للسودان؟ يعني الأمر أبسط بكثير أستاذ أحمد، لأن مصر سبقت وقدمت تيران وصنافير في أبريل 2016 على طبق من فضة للمملكة العربية للكيان الصهيوني من خلال الوكيل السعودي. ومصر قدمت على طبق من فضة اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا في مارس 2015. مصر قدمت على طبق من فضة اتفاق ترسيم حدود مع اليونان. وبالتالي كل هذه الاتفاقيات قدمت على طبق من فضة في ظل قضايا استراتيجية تهدد الأمن القومي للدولة المصرية، ولم تحصل الدولة على مقابل لكل هذه الاتفاقيات وكل هذه التسويات. عبد الفتاح السيسي نفسه قام بالتصديق في ديسمبر 2014 على اتفاقية خاصة بقبرص، وقال أنه سيعطي لكل ذي، من وجهة نظري أنه سيعطي لكل ذي حق حقه، باعتبار أن كل هذه الأمور ليست حقوقا طبيعية للدولة المصرية. وبالتالي الحديث الآن على الذي يدفع مصر أن الذي يدير المشهد السياسي والأمني والمعلوماتي والاستخباراتي هو غرفة عمليات واحدة تدار من بالتعاون المشترك الاستراتيجي المستمر والدائم منذ 2013 بين المخابرات المصرية، المخابرات الإسرائيلية، المخابرات الإماراتية، وبتنسيق مع عدد كبير من الدول في المنطقة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر سكايب من إسطنبول. ومصريا أيضا شاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت